تقريبا نص الجرعه كده لفتره طويله عشان نمنع الريكرنس. سمعتوش حاجه كده في المنهج؟ لا الانتي بريتيك نعمل جراديوال ويدرول بيبتيك انسر صح. ال H2 بلوكرز في البيبتيك انسر بنعمل فيها كده لو فاكرين، بندي جرعه لحد ما العيان الجرعه تخف، وبعدين ندي جرعه اللي هي نص الجرعه اللي كان بياخدها لمده 6 شهور عشان الالسر معروف انها بتبقى ريكرنت برضه. يبقى ده بالنسبه للحاجات الزياده بقى اللي يحب يزود. لا خليهم خلاص كده خلصنا من الثايبامايدز. الجدول ده ونفس الكلام اللي احنا قلناه ما عدا بس حكايه لس بلاسنتا وميلك انتري، دي هي دي النقطه الغريبه، لكن هو مقارنه بين الاثنين تي 3 وتي 4. الايودايتس بقى بسرعه كده احنا خلاص هنخلص الثايرويد. الايودايتس الفكره اللي فيهم ايه بقى؟ انا بستغل ظاهره الاوتو ريجوليشن، يعني بدي جرعه عاليه شويه من الايودايت عشان انا عارف ان الغده ساعتها مش هتاخد الايودايت وبالتالي هيقل تكوين التي 3 والتي 4، بس انا محكوم بزمن، يعني لازم الكلام ده اعمله ماكسيمم 2 ويكس، لو كملت بعد كده هيحصل مشكله بقى اللي انا قلت لك عليها الوير اوف دي، اللي تبتدي الغده بالعكس بقى تاخد الثايرويد، تاخد اسف الايودين. كتاب القسم عندنا الحقيقه هو برضو انا رايي بقى، هو كاتب اكشنز ورجع كتب ميكانيزم اوف اكشن. لو اتسالت على دي او دي اكتب الخمس نقط، هو الموضوع فيه كده شويه لخبطه. يعني هو الدواء ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه؟ هو اول حاجه بيعملها انه بيانتاجونايز الاكشن اوف تي اس اتش على الغده. مين يقول لي بقى؟ يعني انا لما ادي ايودايد بجرعه كبيره كده يبتدي يلغي شغل التي اس اتش، هستفيد ايه؟ والتي اس اتش ده كان بيعمل ايه؟ بيزود الايودايد ترافيك مش كده؟ وبيزود السايز والفاسكولاريتي. يبقى انا لما بدي ايودين وامنع شغل التي اس اتش يبقى انا عملت العكس. قللت الترافيك، انا عارف انها مش مكتوبه لكن لو تحب تكتبها، وبيقلل كمان السايز والفاسكولاريتي، يخلي الغده بقى مش فرايبل قوي، يخليها الغده كده ايه فيها نوع من الصلابه شويه. الاكشن اللي بعد كده ان هو بيمنع حاجه اسمها الاورجانيفيكيشن، دي متفق عليها بقى. بيمنع الخطوه بتاعت ان انا احط ايودين مع تيروزين. يبقى انا منعت تكوين التي 3 والتي 4. الخطوه المهمه قوي الحقيقه اللي في ناس بتشوف ان هي اهم حاجه بيعملها الايودايد انه بيمنع البروتييز انزايم. يعني ايه؟ يعني بيمنع ان الثايروجلوبولين اللي ماسك عليه الهرمون يدخل جوه الخليه ويتفك الهرمون وينزل في البلاط، بيمنع الريليز. عشان كده بقى هو ليه رابيد اونست اوف اكشن اعلى بكتير جدا من الثايروامايدز، صح؟ الثايروامايدز بتمنع الجديد، لكن القديم اللي متخزن ملناش دعوه. المجموعه بتاعت الايودايد الميزه الاساسيه اللي فيها انها بتشتغل بسرعه لان هم دي انهبت ذا ريليز اوف ذا هرمون. تالي ده اللي مكتوب عندنا بقى في الكتاب سواء فوق او تحت بقى اكشنز وميكانيزم اوف اكشن. مره على فكره سنه 2012 دي كان دفعه فيها بنتي، فكنت متوصي بيهم شويه الحقيقه، يعني كنت بعمل مساحه ما كانتش بتحضر ولا بتذاكر ولا حاجه، بس يعني ايه عشان خاطرها يعني. فالدكتور عبد الفتاح في الامتحان في محاضره الامتحان قال ان هو هيجيب سؤال كومبير، كان اول مره بقى من زمان هيجي سؤال كومباريزون. فانا عملت تقريبا مذكره مثلا بتاعه 500 صفحه كده ولا حاجه. اه ما انت دماغك غالي. والله عشان الكل والله. يعني هتلاقيها ما بصيتش فيها اصلا. كل حاجه تخطر على بالك ممكن تبقى مقارنه عملتها. كويس؟ كان في سؤال A وB. هو جاب سؤال A من الحاجات اللي الحمد لله عملتها يعني وكده. والسؤال الثاني جه بره ال 500 صفحه. عشان والسؤال كان بجد كان مفاجاه ليا، ويعني كان حاجه غريبه جدا جدا يعني، وطلب مقارنه ما بين الثايوامايدز والايودايدز. دول. لا ما هو الفكره ان هو بيحدد بوينتس. يعني سال مثلا الميكانيزم اوف اكشن. كويس؟ ده بيشتغل ازاي وده بيشتغل ازاي؟ الرول في الثايرويد او الاونست اوف اكشن ده يشتغل متاخر وده يشتغل بدري. الادفيرس افكتس ده بيعمل مشاكل ايه اللي احنا قلناها من شويه والايودايد هنعرف دلوقتي. فجي سؤال قبل كده كومبير، يبقى خلي بالك منه بقى. يعني هو حصل قبل كده ان جه كومباريزون ما بين الثايوامايز والايودايد. فالمهم الدكتور عبد الفتاح قال لي ايه لما شاف المذكره الكبيره دي؟ قال لي بص انا مش هبص عليها خالص. هو ناس طبعا من
متطوعين، تعرف كل فيها متطوعين. واحد من المتطوعين راح قال لي بص فلان عامل بتاع وفيها ال، فقال لي انا طبعا مصدقه يعني راجل محترم، قال لي انا مش هبص فيها لان لو بصيت فيها ممكن اجيب حاجه بره خالص يبقى انا ظلمت، يعني ظلمت وممكن ابص فيها يعني اتاثر فاجيب اللي موجود فيها، فانا في كل الاحوال مش هبص عليه. فعشان كده يعني واحده صابت وواحده خابت. الجزء بتاع الثيرابيتيك يوزز بالمناسبة يعني هو الايودايد يعالج هايبر ثيرويديزم؟ لا ما بيتاخدش خالص فور تريتمنت، هو بيتاخد حاجة من الاتيه، يا اما احضر العيان العمليات بري اوبراتيف بريباريشن، يبقى الهدف منه ايه؟ صح، نقلل السايز والفاسكولاريتي، ده اساس. الحاجه الثانيه ان انا ممكن اديه في حالات الثايرويد كرايسيس. ايه الثايرويد كرايسيس دي او ستورم دي؟ ايه دي حصلت امتى؟ لو انا استعجلت ودخلت العيان اوضه العمليات ودبحت بقى وطلع كل الثايرويد هرمونز مره واحده في البلد، فتعمل مشاكل فظيعه على سي ان اس وكارديو فاسكولار وكله. الهدف من الايودايد ايه ساعتها؟ يمنع ريليز، يقلل شويه الهرمون اللي عمال يخرج من الغده ده. استعمال بقى ملوش علاقه بقى بالموضوع بتاعنا قوي، ان انا اديه في الناس اللي عندهم انديميك جويتر، لوحات بقى والناس اللي بعيد عن البحر واللي ما بياخدوش ايودين كفايه في الاكل، هتلاقي عندهم الجويتر ده انديميك يعني موجود بشكل كبير يعني، فيحطوا الايودايد عشان يمنع ان يحصل انديميك جويتر. هي الفكره طبعا ان هو الايودايد قليل معناها تي 3 تي 4 قليلين شويه، معناها تي اس اتش عالي شويه، معناها الغده تكبر مش كده؟ يعني ده تفسير غالبا ليه بيحصل انديميك جويتر. لما بدي ايودايد بيقل بقى التي اس اتش وبتتظبط الغده. الجويتر على فكره سايز ملوش دعوه بالفانكشن. انتوا عارفين كده صح؟ يعني بقول لك ان في جويتر يبقى الغده كبيره. ما اعرفش بقى هي شغاله نورمال ولا هايبر ولا هايبو، ما مش يعني مش هو ده المعنى كلمه جويتر يعني. البريباريشنز بس عشان الام سي كيو، في دواء اسمه بوتاسيوم ايودايد. معلش انا بايخ والله، بس الايودايد ده كان ليه استعمال قديم في الترم الاولاني، ملوش علاقه خالص بالثايرويد، وحاجه علينا في الامتحانات صح. كاف ثيرابي فاكرين في علاج الكحه كان في حاجه اسمها اكسبكترانس؟ اكسبكترانس عدت علينا الادويه اللي تطرد البلغم، كان في نوع من اكسبكترانس اسمه سالاين اكسبكترانس، كان هو ده عباره عن ايودايد. وكانت فكرته يا جماعه بس باختصار، انتوا مش مصدقين ان الكاف ثيرابي عليكم؟ لا هي عليكم، انا ما اعرفش ليه بصراحه والله، بس هي عليكم يعني. بص هو مكتوب في الورقه، وبرده ان شاء الله محمد يقول لنا بالمهمه الانسانيه العاجله دي، هو مكتوب كاف ثيرابي ومكتوب ان اسيتايل سيستين. بس تحت بعض تحت بعض يبقى الاثنين علينا. اللي يكون قصدها ان اسيتايل سيستين هو اللي علينا في الكاف ثيرابي. يلا حمد انت بقى عليك. بيعمل ايه بقى الايودايد ده؟ بيعمل irritation of the exocrine glands. الايودايد ده يروح كده على اي غده exocrine ويخليها تطلع ميه كتير. فالميه الكتير دي تخلي البلغم سهل ان هو يبقى expectorated. برضه معرفش والله انتوا ما ذاكرتوش الكاف ثيرابي خالص ولا هتذاكروه. طيب هو بيتاخد في الكرونيك برونكايتس مش في الاكيوت برونكايتس. يعني لو انا عندي لو عندي كحه مزمنه كده التهاب مزمن اخد الدواء ده. لكن في الاكيوت ما ينفعش لان هو اريتنت. فهيزود الاريتيشن بتاع البرونكاي، هيزود المشكله اللي عندي. واخر نقطه بس في الدواء ده انه ما بيتاخدش لو الكحه سببها تي بي. حدش عدى عليه خالص المعلومه دي؟ الايودايد بيكسر الفايبروزس اللي حوالين، ايوه هي دي الفايبروزس اللي حوالين الكيسيس ماتيريال بتاع التي بي. فلو انا اديته العيان عنده تي بي ممكن يكسر الفايبرز تيشو ده فيحصل فلير اوف انفكشن. افتكروها بقى ان شاء الله لما ترجعوا للكاف ثيرابي. ده في الامتحان يا دكتور؟ نعم في الامتحان نص سنة؟ طيب امال ايه الرياكشن الغريب ده؟ بس على الاقل عدت عليك وعلمت فيك كده وعملت فيك فكره وحشه. حاجه و90 سؤال، حاجه و90 سؤال. عيوب الايودايد بقى، الايودايد بيعمل مشكلتين كبار يا جماعه. الايودايد بيعمل الرجي، ممكن تكون الرجي عنيفه
يعني ممكن بقى السكن راش والارتكاليا والكلام ده ممكن توصل انفلاكتيك شوك، وبيعمل حاجه اسمها انسليشن اوف ذا ميوكس ميمبرين، بيعمل دامج شويه على الميوكس ميمبرين مثلا في الفم او غيره، بيعمل السرز كده. ده عيب. العيب الثاني حاجه اسمها ايوديزم. سمعت حته هزم دي اللي ورا الدواء قبل كده؟ سلسلس معناها لا برافو عليك، معناها كرونيك توكسيسيتي، يعني هي مش جرعه كبيره اخذتها مره واحده اكيوت توكسيس، لا هي حاجه بقالي فتره بستعملها وحصل منها نوع من الكاميوليشن. الايوديزم ده بما ان الدواء ده بيترس او بيبقى موجود في اي اكسكراين جلاندز، فتلاقي كل الاكسكراين جلاندز شغاله بشكل اعلى، يعني تلاقيه عمل سالايفيشن، وتلاقي السليفري جلاندز تورم كده ويبقى فيها نوع من الانفلاميشن يسموه سيال ادينايتس. بتوع باثولوجي بقى جامدين، سيال يعني سليفري وادينايتس انفلاميشن. يعمل حاجه اسمها راينوريا، يعني انفلاميشن في الميوكوزا بتاعت النوز ويحصل رشح جامد قوي. يعمل كونجنكتيفايتس وتلاقي العيني دمع قوي. كل ده اعراض يقول عليها اعراض الايوديزم. مشهور قوي انه بيعمل ميتاليك تيست، يعني تلاقي طعم البق، طبعا العيان مش هيقول لك معدني، هو هيقول لك طعم مر او طعم غريب. ده برضو سبب ان هو موجود في السليفري سيكريشن. يبقى كل دي كده اعراض يقول عليها اعراض الايوديزم. الراديو اكتيف ايودين ببساطه شديده جدا هي فكرته كانك بتدي ايودين بالظبط. العيان بيبلع جرعه الايودين، الايودين المشع ده يسيل الدنيا كلها ويروح يتركز في الثايرويد زي الايودين العادي. بس لما بيروح على الثايرويد بقى الايودين اللي هو 131 ده بيطلع ديستركتيف بارتيكلز، بيطلع حاجه اسمها البيتا والجاما بارتيكلز، فيبتدي يموت الخلايا بتاعت الفوليكل. يعني هو وصل كده، ادي فوليكل اهي وادي الخلايا بتاعتها ايه، وادي الايودين جوه متخزن جوه كده زي الايودين العادي. يبتدي بقى الريديو اكتيف ايودين ده يطلع البارتيكلز تقوم تدمر الفوليكولار سيلز. تفتكر مشكلته ايه؟ انا قلت لك من شويه مشكله ان هو بيشتغل متاخر قوي، مش كده؟ بيشتغل بعد شهرين، فخلال الشهرين بندي ثايو امايد معاه وممكن يحتاج شهرين كمان لحد ما يوصل للماكسيمم افكت. لكن في مشكله اهم من كده، ان ممكن قوي قوي يقلب هايبو. الجرعه لو مش مظبوطه قوي يدمر عدد اكبر من الفوليكلز، يقلب العيان من هايبر ثايرويد لهايبر ثايرويد. المشكله اللي بعد كده بيعدي البلاسينتا بارير وبينزل مع البريست ميلك. ايه رايك؟ يعدي البلاسينتا وينزل مع البريست ميلك، يبقى ممنوع ان يتاخد في الحوامل ولا اكتيشن عشان ممكن يعمل كريتيليزم بسهوله جدا. طيب المهم ان احنا عرفنا، بس عشان ما نسرحش، عرفنا الاكشن بتاعه بيتاخد اورال وبيعمل ايه وبيشتغل بعد قد ايه. استعمالات طبعا لو عندنا هايبر ثايرويدزم ويومنا جايبه معلومه ما اعرفش جايبها منين بس هي صح، في الاولد ايج يعالج الهايبر ثايرويد بيشنتس في الناس الكبار في السن، لان بعد شويه كده لما تقلب الصفحه تلاقي ان في احتمال انه يعمل كانسر بعد 15 20 سنه كده من الجرعه. عليها شك كبير قوي، عليها شك الحقيقه. يعني هو دلوقتي هنفترض معاك عيان او عيانه عندها هايبر ثايرويدزم، جت خدت راديو اكتيف ايونين كويس، وجت بعد 15 20 سنه جت بنيك كارسينوما او جت بلوكيميا او جت باي سرطان. هل انا متاكد يعني ان السرطان ده جه بسبب الراديو اكتيف ايونين خدته من 20 سنه؟ وفي بوسيبيليتي، واخد بالك؟ يعني في احتمال لما اعمل احصاء كده الاقي والله اللي خدوا راديو اكتيف ايونين حصل عندهم انسيدنس بتاع السرطان اعلى شويه، لكن مش مؤكده. وفي عليها شك كبير قوي في الكتب كلها يعني. عشان كده بيتاخد في الاولد ايج. افتكر ليه بقى؟ اعمار بلاد الله طبعا. بس احتمال يقعد معانا، يعني واحد جالك مثلا في الستينات ولا السبعينات ولا حاجه. احتمال يقعد 20 سنه مش قوي. لكن واحد في الثلاثينات اربعينات كده يعني. برضه ما حدش هيقعد. ما حدش عشان كده هو بيتاخد غالبا في الاولد ايج. سيبتوا انهم تعالجوا كانسر السيرفيكال كانسر. لا صح، هو بيعالج ثايرويد كارسينوما. يعني هو بيعمل ايه بقى؟ بيموت الخلايا السرطانيه وبعدين بقى ان شاء الله بعد 20 سنه يجي بقى سرطان في حته ثانيه او يجي لوكيميا او كده. لكن هو يعالج فعلا فوليكولار كارسينوما حتى لو في ميتاستاسيس. يعني العيان الاعراض بقى الجانبيه عرفنا هايبوثايرويديزم، ثايرويد ستورم. ليه بيحصل ثايرويد ستورم هنا بقى؟ يا ثايرويد ستورم حصلت في الجراحه لو انا مش مستعد، مش كده؟
لكن هنا تحصل ايه؟ دمرت الغدة كلها وكل الهرمون طلع مرة واحدة. ممكن يعمل لوكيميا يعني شك شوية بس موجودة في الكتاب. عرفنا بيشتغل متأخر شهرين ثلاثة كده. الكونترا انديكيشنز اليونج ايج والبريجنسي واللاكتيشن طبعا عرفنا الأسباب. آخر حاجة بقى البيتا بلوكرز لا تستخدم as a soul therapy. soul هنا معناها الوحدة مش معناها ليك يعني ما يستعملش كليك فعليك لا هو مش معناها ايه ما يستخدمش الوحدة هي ده علاج سيمتوماتيك. طيب البيتا بلوكرز اللي بتتاخد الشروط بتاعتها انها تكون نون سيلكتيف تقفل كل البيتا ولما يكونش ليها حاجه اسمها اي اس اي ما فيش انيشال خلاص حسب الفرمه من زمان بس ما فيش انيشال الاي تبقى بارشل انترنسك الله ينور مع بعض كده يا جماعه نبقى نساعد بعضينا بقى في المواقف دي انترنسك سيمباث ومايميتك اكتيفيتي يعني الدواء ده ما يكونش بارشل اجونست ما يكونش بيشغل البيتا الاول وبعدين يقفلها لانه هيزود مشاكل الهارت وبعدين يشتغل كبلوكر احسن دواء على فكره بيتاخد البروبرانولول لو اشهر واحد في البيتا بلوكرز مره على فكره برضو ده من زمان قوي بقى ده في العهد الصعب بتاع الفارما جه سنتين ثلاثه كده في الفارما الدنيا كانت صعبه قوي فمن ضمن الاسئله اللي جت ليه جيفريزون ليه البروبرانولول از ذا دراج اوف تشويس في الناس اللي عندهم هايبرثايرويدزم بروبرانولول يعني حتى مش اي بيتا بلوكرز ولا هو بالتحديد بروبرانولول تعرف اولا هو نون سيلكتيف ادي حقق الشرط اللي احنا اتفقنا عليه وبعدين برافو عليك ملوش اي اس اي البروبرانولول ده يقول عليه بيور انتاجونست يعني من ساعه ما بيشوف البيتا كده يروح قافلها مفيش انيشال ستيميليشن ايوه تمام ممكن اخده اورال لو انا عيان بقى كرونيك ممكن اخد الانترافينس زي في حالات الثايروتوكسيك كرايسيس دي في حالات الستورم بحتاج حاجه تقلل شغل الثايروكسين فممكن ادي ساعتها البروبرانولول اي في السبب الرابع بقى هو انت اعراض الهايبرثايرويدزم فين وفين كده واضحه قوي صح كاردياك وسي ان اس مش كده البيتا بلوكر ده لايبوفيليك البروبرانولول ليبيد سوليبل فبيعدي بسهوله البلاد برين بارير فبيعالج السي ان اس مانيفيستيشنز وكمان بيعالج طبعا الكارديو فاسكولار مانيفيستيشنز فهمنا يعني احسن كتير قوي من الاتينولول مثلا او مش وقت ان احنا نقارن بس الاتينولول ده ليبيد انسوليبل او ووتر سوليبل وما هوش هو كارديو سيلكتيف فخلي بالك بس يعني احتياطي لو اتسالت بقى ليه البروبرانولول از ذا دراج اوف تشويس خلاص كده خلصنا الجزء ده هو بيقارن البيتا 2 في بعض الحالات الباثولوجيكال اللي بتبقى عامله زي البيتا 1 كده يعني هو في فرق طبعا بيتا 1 واماكنها وبيتا 2 لكن بيقال ان البيتا 2 دي ساعات بتبقى ليها علاقه بالكارديك مانيفيستيشن في حالات باثولوجيكال فلازم اقفلها معلومه مش تبعنا مش في المنهج ممكن اكمل من عندك اللي حضر بقى الدايبيتس يا جماعه بيحب ينطلق احنا هنكمل مش كده انتوا بتلموا نفسكم ليه بصوا لبعض مش متفائل انا ببص لبعض بقى ايه قادرين ولا مش قادرين قادرين كمل يا دكتور اللي حضر دايبيتس بقى مع الدكتور محسن طبعا مش هيسمع حاجه زياده خالص هيسمع يعني كلام اقل بكتير من اللي سمعوا يعني دكتور كانسر كيمو